أكد القائد الميداني في القوات البرية الرائد محمد الدوسري أن معنويات الجندي السعودي في الحد الجنوبي عالية. لا عسكري ولا مدني بشيء، اللهم لك الحمد، المعنويات عالية والوضع جيد جدا جدا جدا، على أفضل ما يكون، اللهم لك الحمد. يعني كيف يتم التعامل مع أي تهديد للشريط المدني؟ موجود لنا أخوان في الخطوط الأمامية بالضبط، اللي هم موجود معهم راصد أمامي، ويتم تحديد الأهداف في الحالة هذه عن طريق القوات المناورة في الأمام، إذا بإمكانهم السيطرة عليها والتعامل معه أو تحويله، يحولها الراصد لدينا هنا في شريط المدفعية ويتم التعامل معه.